أسئلة للجمهور بيجاوب فيها بيهدون فيها المتسابق اللي يستاهل النقاط وأنتم كلكم تستاهلون. السؤال الأول يقول يا أخوان يقول ما هو الحيوان الذي لسانه أطول من جسمه؟ النعامة، الأفعى، الحرباء. في اتصال جاهز نقول ألو. ألو السلام عليكم. أو مفروض مرحبا بفارس. فارس دقيقة أوكي هذه نسيتها. طيب مرحبا يا فارس أبو الفوارس. فارس خليك فارس وحاولك ترد. فارس معي؟ أيوه. أرحب يا فارس. يلا حية. مرحبا. شلونك طيب؟ الله يحييك. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. الله يجعله دوم بخير يا رب. فارس. هلا. من تشجع في ماراثون؟ دحام المساعد. يستاهل. طيب. دحام. موجود. دحام فارس شكرا يا فارس. عندنا سؤال لازم تجاوب عليه عشان تعطي دحام النقاط، بس المشكله دحام مو موجود. موجود هنا. ها هو قال دحام بس فريقك طالع. ايه طيب السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لسانه اطول من جسمه؟ النعامه، الافعى، الحرباء. طبعا شو يقول؟ ايش فارس؟ هلا حبيبنا فارس. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لسانه اطول من جسمه؟ النعامة، الافعى، الحرباء. الحرباء. ها الحرباء. طيب نصفق لك على الاجابه لانها الى الحين ما ندري صح ولا غلط. اجابتك تعطيها من؟ دحام مو موجود. مساعد يستاهل. طيب يستاهل مساعد الإجابة بس ما ندري هي صح ولا خطأ. طيب من حاب تخصم عليه أو تطلعه من المنافسة يا فارس؟ ماجد. معاقب في حياته ماجد. طيب دقيقة يا عيال الإجابة ما ندري هي خطأ ولا صح. طيب لا ترد هذه خاطر فارس. شكرا لك إجابتك صحيحة. إجابة يا ماجد والف مبروك. العظمة دي كلها يا فورمالا يا أوبا. العظمة دي كلها استهلوا. طيب نقطة راحت الفريق الفورمولا الرالي لا شيء. السؤال هذا ممكن يكون سؤال التعادل. ما هي المهنة التي تسمى مهنة البحث عن المتاعب؟ هذا كان سؤال الجمهور يا شباب، لكن نروح للسؤال اللي بعده. ما هي الرياضة التي تسمى بالفن النبيل؟ الملاكمة، التزلج، كرة القدم. معنا اتصال؟ طيب الاتصال معنا غفران من تبوك. الو يا غفران. الو يا مرحبا. يا هلا. يا مرحبا يا اخت غفران. السؤال يقول يا غفران ما هي الرياضة التي تسمى بالفن النبيل؟ الملاكمة، التزلج، كرة القدم. وحابة تهدين الإجابة لمن قبل ما تعطينا إجابتك؟ سيف اليامي. طيب سيف اليامي طلع من المنافسة يا أخت غفران. طيب كمد. يا سلام. طيب تروح للبيت. طيب من حابة تخصمين عليه أو تطلعينه برا؟ الراجح سلطان. طيب دقيقة يا أخت غفران، الراجحي مع بنفس الفريق، كيف تخصمين عليه؟ ما عندكم
طيب الفريق الثاني فيصل احمد واحمد متعب ومتعب حاتم وحاتم وناصر البريك وناصر البريك احمد احمد الشهراني يلا برا 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 طيب دقيقه باقي باقي سؤال اجابتك وش هي ملاكم طيب شكرا لك اخت غفران والاجابه راحت المين لكم هي اعطتها من صح حمد برا تطلع طيب حمد نقول لك صح الهزوجه وش يا عيال برا وش الهزوجه يا عيال والله صح اقوى يا عيال والله اجابه صح الحمد والله طيب ما بدي اخوان ما بدي اخوان احنا ثلاثه كفو كفو على ناصر 500 نقطه واستريح يا ناصر يا شباب ناصر البريك ألف مبروك الفريق الفورمولا فوز في هالجولة سلام طبعا زي ما انتم عارفين هذا ختام الفقرة والختام لازم يكون مختلف الهاشتاق يا رب نلحق على جوالي ما يطفي بالله جهزوا لي شاحن عيال طيب يا ليت كلنا نطلع على الساحة الجميع